Bonjour, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ma cuisine. Marhaba bikoum dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vais préparer un tagine au kefta avec le khoudar, avec des légumes. Ndouzou le maqadir wa tariqat at tahdir. Pour le maqadir de ce tagine au kefta, de la viande hachée, 250 grammes de lahm mafroum, 250 grammes de la viande hachée. Chouïa nta al-qara, habba batatis, et habba zroudia, une carotte, une pomme de terre et un morceau de courgette. Et nisf habba basal, moitié d'oignon. Voilà, j'ai râpé les carottes, les pommes de terre, les courgettes et qatat le basal. Khdit maqla ou une poêle. Ghadi ndir chouya nta zit, zit zaytoun. 3 cuillères à soupe de l'huile d'olive. Ghadi nzid le basal. Ghadi nzid الخضر بطاطا مبشورة اللي غسلتها صفيتها دي بوم دو تير الكورجيت شوية نتاع الملح شوية نتاع الإبزار شوية نتاع الحار فاكولتاتيف اللي ما يحبش الحار يتسغنى عليه اي دو غوز داي غادي نشحر شوية الخضر غادي تشحرت لينا الخضرة غادي ناخذ الخضره اللي خليتها بردات لي سيغو فوادير غادي ندير شي مورسو دو فيون غادي نزيد ان كويير ا سوب دو بيرسيلي كوريان قزبر وبقدنوس غادي غير نزيد غير شويه الملح باسكو دون لي ليغوم جي مي دو سيل شوية نتاع الابزار دي بوافر شوية نتاع بابريكا تحميرة حبة بيض صغيرة لشابولور نتاع الخبز جاني دي بان سيك اي جي لي ميكسي اون كويير نصف معلقة صغيرة نتاع الكمون دومي كويير كافي دو كومان demi cuillère à café des épices de kefta العطريه نتاع الكفته غادي نخلط كل شيء خديت الطاجين غادي ندير شويه نتاع الزيت ان بو دو لويل لويل دوليف نصف حبه بصل une pincée de sel. خليت البصل تشحر طماط نص زلافه نتاع الطماطم زنجبيل جنجبر دمي كويير دي بواف ان بو دو بواف شويه نتاع الابزار شويه نتاع بابريكا نصف معلقه صغيره نتاع بابريكا دمي كويير كافي دو بابريكا اون كويير ا سوب بيرسيلي كوريان مو جي بري دي طوماط ناتور دو لو بويونت ماء مغلى
60 ml. غادي ندير الكويرات نتاع الكفته شويه نتاع الفلفل طماطم امتي مغصو الطماطم اي حبيبات نتاع الزيتون اي غادي نغطيه نخليه يطيب اي فوالا الطاجين الي كوي فوالا الطاجين وكبتة و ليغيم بالصحة والراحة. بون ابيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.